مرحبا 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 يا اطفال، مرحبا بكم في حصتكم المفضله. فرحانين اللي راكم هنا؟ اذا اليوم راكم معنا واصدقائنا اللي ما يشوفوا فينا في حصه خاصه. هذه الحصه خاصه بالدخول المدرسي، اذا باش نتمنوا لكم كامل يا اطفال دخول مدرسي موفق. تحبوا الدراسه؟ نعم. توحشتوا المدرسه؟ نعم. برافو. اذا زيادة على الدخول المدرسي اللي هو قريب بزاف، اليوم كاين يوم عالمي اللي صادف يوم 5 سبتمبر، هو اليوم العالمي للصدقة. عبالكم يا أطفال باللي كاين بزاف الناس اللي محتاجين، لازم نتصدقوا. يا أخي مليحة الصدقة ومليح والدينا يتصدقوا وكاملوا. عبالكم باللي الصدقة تغلق 70 باب من الشر، يعني تحفظنا الصدقة لما الإنسان يصرى له أي حاجة في الحياة نتاعو ولا يقوم بصدقة ممكن هذيك الصدقة تغلق عليه ببان الشر. إذا الصدقة مهمة في المجتمع تاعنا يا أطفال. إذا هذا اليوم العالمي للصدقة رايحين من بعد نتكلموا عليه ونتكلموا على الدخول المدرسي اللي ندير لكم عليها مفاجآت كثيرة، ولكن قبل هذا الشيء نطرح عليكم لغز اليوم. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: لا أملك عينين ولا رجلين، ليس لدي أذنين، لكنني قوية لدرجة تحريك الأرض. من أنا يا ترى؟ نعود اللغز: لا أملك عينين ولا رجلين، ليس لدي أذنين، لكنني قوية لدرجة تحريك الأرض. من أنا؟ على بال بلي شاطرين، ولكن أطفال اللي يشوفوا فينا تاني يقدروا يشاركوا عبر الانترنت عبر موقعنا عمويزيد.com في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة باش يربحوا هدية. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على الزرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا صبروا لغاية نهاية الحصة يا أطفال باش تعطوني الأجوبة ديالكم. يا أخي إذن راح نكتشفوا شخصية المجاهدة الشهيدة مليحة حميدو مع أشرف. أنا راح نرفض صديقي، نرفض صديقي اللي توحشته. تعال 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 تعال. إذن أشرف، تفضل أشرف. تصفيق على أشرف، تصفيق. السلام عليكم يا أصدقائي، اليوم سنتكلم عن حياة المناضلة الشهيدة مليحة حميدو. ولدت مليحة حميدو في باب الحديد بمدينة المسان سنة 1942. بدأت مسيرتها الدراسية في بلاص الخادم، ثم انتقلت إلى ثانوية مخصصة للبنات وذلك بمسقط رأسها في تلمسان. وقد تلقت أيضا تعليما دينيا ودرست اللغة العربية في مدرسة بدار الحديث. وخلال هذه السنوات كانت لديها روح ثورية لم يسبق لها مثيلا. بالرغم من صغرها أصبحت مليحة حميدو عنصرا هاما في أوساط المناضلين في سيدي شاكر، وتمثل دورها في تزويد المجاهدين بمعلومات ورصد تحركات القوات الاستعمارية. أصبح منزلها العائلي مكان اللجوء للمجاهدين وعبورهم للخروج إلى المغرب، كما كانت مستعدة لأي شيء ودائما مع بندقية في حقيبتها. وكانت الفتاة من ضمن المتورطين في هجمات ضد المناطق الحضارية. وفي يوم 13 أبريل 1959 على الواحدة تماما ألقي القبض عليها من قبل القوات الفرنسية. وفي يوم الذي بعده ذهبت والدتها إلى المشرحة للتعرف على أثار الطلقات النارية في جسمها. وكانت مليحة حميدو في ربيع يومها 17 سنة فقط. دفنت المجاهدة والمناضلة مليحة في مقبرة سيدي بومدين بتلمسان. شكرا شكرا أشرف، شكرا. تصفيقة تصفيقة على أشرف، تصفيقة. إذن الشهيدة مليحة حميدو استشهدت في عمرها 17 سنة يا أطفال، يعني في ربيع العمر.
يعني ما لازمش ننساو هاد الناس اللي ضحاو بالنفس والنفيس باش تكون الجزائر حرة مستقلة ونعيشو كما رانا أحرار. يا أطفال، إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. واش رأيكم بمناسبة الدخول المدرسي عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها: صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. يلا تغنوا معي. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدوى النوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فارقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي، وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. لا 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 زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العام مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي، ورجعنا من بعد غياب. برافو 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 برافو. شكرا 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 شكرا. يا أطفال، تحبوا ألعاب الخفة؟ حبوهم. إذا مادام تحبوا ألعاب الخفة، أنتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا حتما يحبوهم ألعاب الخفة. نسقوا كامل العمو نور الدين اللي جانا من مدينة تيارت،
تفضل عمو نور الدين، مرحبا بك. إذن تصفيق لعمو نور الدين، تفضل. برافو 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 إذن برافو برافو أبو نور الدين، برافو يا أطفال. وصلنا دركا الركن اللي نحبه بزاف، هو ركن الحكاية. يا أطفال كما وعدتكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية أضحية العيد. واحد النهار واحد الراجل راح يشري أضحية العيد لولاده، راح للسوق شرى كبش، ومن بعد هو جايب هذاك الكبش للدار، هربلو هذاك الكبش، قاعد يجري موراه. بصح هذاك الكبش عبيكم وين راح؟ راح هكذا، راح لدار الايتام، دخل دار الايتام هكذا لداخل، وقاعد يجري موراه هكذا. المسؤولين هذوك تاع دار الايتام مع الايتام فرحوا، عم بالهم صدقه، انسان جاب لهم اضحيه العيد صدقه، فرحوا. بعد لما لحق هذاك الرجل ينهت هكذا وكامل، قالوا له شكرا شكرا شكرا، يعطيك الصحه على هذه الصدقه وهذه الهديه هذه. وما صاب ما يقول مسكين، هو فقير وكامل، ما صاب ما يقول. كي شاف هكذا قال هاد الناس هادو اولا بهاد الاضحيه هذه، معليش. اي قال لهم بالصحه عليكم، نخليها لكم وكامل حشم باش يعاود يديها، خليها لهم. بعد هو كان فقير يعني، قاعد يخمم يا ربي كيفاش ندير درك انايا. قال والله غير نروح للسوق ونشوف، بالك نصيب كانش اضحيه رخيصه، بالك. كي لحق للسوق هكذا صاب واحد الانسان، واحد الموال هكذا عنده شاحنه فيها الكباش والخرفان وكامل، راح يبدا يبيع. الحق اللي عنده بدا يشوف هكذا وكامل، شاف واحد الكبش هكذا عجبه، لاق به وكامل، سقزاه. قالوا بشحال هذا الكبش هذا؟ قالوا هديه مني. استغرب، قالوا كيفاش هديه؟ قالوا انا هاد السنه المال جاني وفير، يعني الكباش بزاف والخرفان بزاف وكامل، ربي عطاني من بركته. قال له قررت لما ننزل السوق اول انسان يجي يساومني نعطي له اول اضحيه، نعطيها له هديه. سبحان الله، قال يا ربي سما تصدقت وعاود ربي جازاني مباشره تمتم يعني. عمو يزيد، عمو يزيد،
نستخلص من الحكاية اليوم أن أجر الصدقة بالدنيا قبل الآخرة عظيم. برافو 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 بوبي. إذن تفيق تفيق على بوبي. برافو برافو برافو. إذن يا أطفال أجر الصدقة تيجيك في الدنيا قبل الآخرة. يعني ما تقدرش الإنسان لما يجي يتصدق ما لازمش يفكر يقول باللي المال راح يخلص لي، ما يقعدش عندي دراهم، ربي ما راحش يرزقني وكامل. ولكن بالعكس، كل ما تتصدق كل ما تصدق بدراهمك كل ما ربي يبارك لك في المال تاعك وكل ما يعوض عليك. إذن أجر الصدقة في الدنيا. يا أطفال لازم نتصدقوا. يلا معي. إذن يا أطفال لحقنا دركا الفقرة الجديدة الجميلة اللي نحبها أنا، ونقرأ لكم الرسائل تاع الأطفال اللي اتصلوا بنا. إذن يا أطفال اللي راكم تشوفوا فينا تقدروا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على الزرار، أبغى نقول هو ملاحظات وآراء، وتبعتوا لنا الرسالة تاعكم باش نقراوها هنا. إذن بوبي شوف لنا البريد تاع اليوم واش فيه، راح نقراو عليكم بعد الرسائل بعد الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا. يلا شكرا شكرا بوبي شكرا شكرا. إذن راح نبدأ نقرأ الرسالة الأولى. الرسالة الأولى تقول: لاجين مكدور 4 سنوات من مدينة المسيلة. تحياتنا لكاع ناس المسيلة. راهي تقول لي: أريدك يا عمو يزيد عندما تقدم البرنامج أن تذكر اسمي وتقدم لي تحية وقول عيد ميلادك سعيد ونحبك بزاف. إذن لاجين مكدور عيد ميلادك سعيد، وعمو يزيد يحبك، وكاع ناس المسيلة نحبوهم، مرحبا بهم. الرسالة الثانية، الرسالة الثانية تقول: نحب نقرأ هذه الرسائل تاعكم يا أطفال على بالكم. إذن رامي طياب 8 سنوات من عين بابوش بأم البواقي. رامي محمد طياب 8 سنوات عين بابوش أم البواقي يقول لك: الحصة جميلة وشكرا يا عمو يزيد. أنا أقول لك يا رامي محمد من أم البواقي لا شكر على واجب، وعمو يزيد يحبكم كامل كامل. الرسالة الموالية من شيماء سعدي، سعدي شيماء 8 سنوات من مدينة جباحية من ولاية البويرة. قالت لك: عمو يزيد حصة رائعة للأطفال، وأنا أحب الحصة كثيرا، وأنا مريضة وهي تنزع عني المرض بنسبة كبيرة. يا سبحان الله. إذن شيماء سعدي بشفى إن شاء الله، ربي يجيب لك الشفاء العاجل العاجل إن شاء الله، وكل ما تشوفينا ترتاحي إن شاء الله، وإحنا ماذا بينا ترتاحي دائما، مش غير كي تشوفي عمو يزيد، وعمو يزيد تاني يحبك يحبك يحبك. الرسالة الموالية هذا أخوها واسمه وائل بن يمين سعدي، درنا رسالة أخرى في عمره 3 سنوات من مدينة جباحية كذلك من البويرة. يقول لك: حصة مع عمو يزيد تراعي الأطفال، ونشكر كل من شارك في إنجازها. أنتم تاني أطفال بيشكروا فيكم. إذن تحية تحية تحية، حيوهم. برافو 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 برافو. آخر رسالة اليوم إذن هي من ليلي بوعزة 11 سنة من الجزائر العاصمة. تقول لك: إنها حصة خلابة. أوه برافو برافو، شكرا ليلي شكرا. إذن رسائل جميلة جميلة جميلة، ما عليكم إلا تروحوا الموقع الانترنت عمويزيد.com وتضغطوا على الزرار آراء وملاحظات باش تبعثوا لنا الرسائل تاعكم باش نقراوهم هنا قدام زملائكم هادو وأصدقائكم هادو. دركا نعطوا البوبي يخبي لنا هذه الرسائل هادو. شكرا بوبي شكرا شكرا. الحقنا للركن اللي نحبوه أنا بزاف، هو ركن النكت. شكون اللي عنده نكتة ولا شي حاجة يقولها لنا؟ تعال تعال وليدي تعال تعال اقعد. واسمك وليدي؟ عبد النور برينيس. عبد النور برينيس. برينيس عبد النور، الله يبارك. اروح واش حبيت؟ واسمك انت؟ واسمك انور. برينيس عمر. ها برينيس عمر هو كذا. سما وين نروح خوك تروح معاه؟ جارد كور تاعو يعني بودي جارد، تعس عليه تخاف عليه. ها برافو، ابقى معايا ابقى معايا. مين وين تسكن وليدي؟ نسكن في عنابة. في عنابة. تحية تحية الناس عنابة.
جيتوا من عنبه وليدي؟ نعم. الله يبارك الله يبارك. إذا مرحبا بكم حصة عمو يزيد، ترحب بكم كامل أطفال الجزائر وماذا بينا كامل نستضيفكم معنا هنايا. يا أخي نعم، قل لي وليدي واش حبيت تقول لي؟ عندي أنشودة. تفضل تفضل تفضل. نشيد لوطني بدمائي بفؤادي بلساني بيدي، سألبي بلادي وسأبني للغدي وطني الخلد، وإني طالب فيه الخلود، قد رعاني أنا وابني ورعى قبل الجدود. أنت يا أرضي سماء وفراديس عجيبة، أنت خصب ونماء، أنت أمال حبيبة، أنت مجد ومفاخر ومشاريع عتيدة، عشت يا أرض الجزائر أبد الدهر سعيدة. برافو 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 ولدي، برافو. تفضل تفضل. شكرا شكرا. تعالي بنتي أقعدي. واسمك بنتي؟ بسعيدة خولة. خولة الله يبارك. وين تسكني؟ في خريسية. خير الناس. تفضلي بنتي. عندي نكتة. يلا. كان واحد النهار واحد ما جاش نعس، كلا نصح بكاشي تاع رقاد. رقد عين مغمضو عين لالا. برافو برافو بنتي. تحية تحية لأستاذتي طاطا نورا في المخيم الصيفي، وعائلة بن سعيدي ومهدي عمومي وخوالي، وصحاباتي في المدرسة وفي المخيم، وبتخالتي اللي عرسها غدوة. تسمح لي ما جيتش لخشاني في المخيم. معليش بنتي معليش. ونقولها مبروك عليك زواج بياسين. الله يبارك. وتسمح لي بزاف بزاف خدوج خديجه مزهودي اللي ما جاتش. معليش معليش بنتي. شكرا شكرا شكرا. اذا عندك صحه التحيه هذه تاع عمومك وخوالك وكامل، لانه صله الرحم. تعالي بنتي اروحوا في زوج. معليش تعالي اروحوا في زوج. اقعدوا في زوج. يلا دي لها بلاصه. اقعدي هنا. واسمك بنتي؟ مالك دحماني نورهود. وين تسكني؟ في خريسيه. خير الناس. جيتهم فرصه يوم خريسيه. الله يبارك. احكي لي النكته تاعك. واحد الخطره جندي كان جاليه الرئيس ديالو، قال له واش دير كي يكون عندك سلاح ولا عدو قدامك؟ قال له نرمي عليه السلاح ونهرب. برافو 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 بنتي. تعالي تعالي. واسمك؟ مريم. وين تسكني؟ في بويره. في بويره. خير الناس. تحياتنا لكاع ناس البويره. احكي لي بنتي النكته تاعك. عمو يزيد حبيت. واش حبيت؟ غنيه. انشوده. يلا بنتي غني. معليش. هاجا مولود بينا يفرح بينا في المكه والمدينه، صلوا عليه صلوا عليه، يا طيور اللي طاروا في سما عنده دارو، يا حجر بيت الله اله، شفتوا رسول الله محمد محمد، يا العزيز علينا كي نذكر محمد، ربي فر علينا يا بابا الشيخ لا تروح نزور. برافو برافو. وش يقولون؟ فاطمة بنت الرسول تلقد شعرها مش طاتوك وشعرها يزوام اليوم يوم يوم يوم. برافو بنتي برافو برافو برافو. تعال 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 تعال. واسمك؟ أنس. وين تكون أنس؟ في الجزائر. في الجزائر. وش حبي تقول عمو يزيد مقبلة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. من سلم الناس من؟ من لسانه ويده. برافو برافو ولدي برافو برافو. إذن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. الحقنا دركا للجواب عن اللغة. إذن قعدوا في بلايسكم. لا أملك عينين ولا رجلين، ليس لدي أذنين، لكنني قوية لدرجة تحريك الأرض. من أكون؟ تعال أروح أروح. تعال. الجواب هو الزلزال. لا لا ماشي الزلزال. ماشي الزلزال. تعالي أروحي بنتي أروحي. واسمك؟ ريتا الأميرة. الله يبارك. وش هي الجواب؟ نسيتي؟ معليش بنتي معليش. تعال تعال.
تعالى. واسمك؟ عزيزي آدم. وين تسكن؟ زيرالدا. في زيرالدا. وش هو الجواب؟ الدودة. 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 الدودة ما عندهاش عينين، ما عندهاش ودنين، ما عندهاش رجلين، ولكنها تحرك الأرض. دودة. تعال تعال ولدي تعال. أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. إذن عمو يزيد يهديك هذا الكوب مع عمو يزيد، إن شاء الله تستفاد به. وكذلك نهديو لك 3 سيديهات اللي انتجهم عمو يزيد خلال سنتين من حصة مع عمو يزيد. في كل سيدي عندك 22 أغنية، إذن هنا عندك 66 أغنية خاصة بالأطفال. يا أخي إن شاء الله تستفاد بهم. تفضل ولدي، تفضل. إذن تحية تحية تحية. شاطر 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 شاطر. كالمعتاد عندنا دائما عيد ميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد فاطمة الزهراء، 9 سنوات. تعالي بنتي. إذن فاطمة الزهراء إحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالها. يلا غنوا كامل معايا، تعالوا تعالوا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمل هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذا فاطمة الزهراء 9 8 7 6 5 4 3 2 1. يلا طفي لنا الشمعة. برافو 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 برافو. إذن فاطمة الزهراء هذه شهادة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. أنتم كامل كي تخرجوا تسيبوا هذه الشهادات يسنوا فيكم بأساميكم باش تاخذوهم معكم ويبقاو كذكرى. يا اخي هذه ديالك فاطمة الزهراء، تفضلي بنتي. بما انك جمعتي 5 قسيمات من علب حليب رامي وبعثتيهم لنا العنوان اللي قلت مقبله صندوق بريد 42000 سطوالي العاصمه، ربحتي هذه الدراجه الجميله هذه اللي راح تروحي بها ان شاء الله تستفادي بها. واش حبيتي تقولي لبنتي مقبله؟ واسمك؟ شيماء انفال. حبيت نقول لفاطمه عيد ميلاد سعيد، كل يوم كل عام وهي بخير، ونشكر عمو يزيد على هذه الحصة المفيدة ذو قيمة خلابة. أوه تفق عليها تفق عليها. برافو برافو بنتي، برافو 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 برافو. تفضلي بنتي. أنا حاب نشكر كل الأساتذة تاعي اللي قراوني وتعبوا على جالي مش ندرس، ونقول لهم
يعطيكم الصحة. برافو 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 بنتي. إذن أنا ما بقى لي إلا نقول لكم يعطيكم الصحة يا أطفال على الحضور نتاعكم، ونحيي قال الأساتذة تاعكم نيابة عليكم، شكرا قول لكم شكرا اللي راكم تتعبوا باش هما يتعلموا. إذن ما بقى لنا إلا نقول لكم استنونا في الأسبوع المقبل على نفس التوقيت نفس القناة. نحبكم يا أطفال، باي باي سلام. تحزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزن وحن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.